السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الريكورد او الاستراكت، وده الابليكيشن اللي هيظهر بعد استعمال الري. كان في بعض الدروباك جوه الاري، لما بتيجي تعرف اري كان لازم ان انت بتعرف كل الاليمنت وكل الايتم بتاعت الاري اوف ذا سيم تايب، وده كان بروبلم ظهرت معايا ان مش هينفع ان انت تستعمل ديفرنت تايب. فظهر عندي الاستراكت او ريكورد، وكان الميزه هنا ممكن استعمل ديفرنت تايبس جوه نفس الاستراكت على عكس الاري. فممكن اعرف استراكت واعرف هنا السنتكس بكتب استراكت، وبعرف الاستراكت نيم اللي عندي وتو كيرلي براكتس وسيمي كولون في النهايه، ما انساش فيه سيمي كولون في النهايه. واعرف داتا تايب، الداتا تايب اللي عندي بتختلف باختلاف الايدنتيفاير، ممكن اعرفها انتجر، ممكن اعرفها بولي، ممكن اعرفها كاركتر زي ما انا عايز، وممكن برضو اعرفها string، ممكن برضو اعرفها string. فعلى سبيل المثال لو كتبت struct employee type، فممكن اعرف ال first name لل employee وال last name وال address 1 وال address 2 وال salary وال department ID. لما بعرف ال struct بالشكل ده واعرف student type واعرف ال first name وال last name وال course grade وال test score وال programming score وال GPA مع different data type، انا هنا عملت ديفينيشن وليس ديكلاريشن. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ ديفينيشن عملت ديفينيشن ان انا في عندي استراكت اسمه ستيودنت تايب، لكن ديكلاريشن يبقى في الحاله دي انا بأكريت مكان جوه الميموري وبألوكيت ميموري لوكيشن للفاريبل، بس انا هنا لسه ما عملتش فاريبل. يبقى في الحاله دي يظهر عندي لما اجي اعرف ال variable، فانا عرفت ان انا عندي ال struct student name. فلو كتبت student name وكتبت new student، يبقى في الحاله دي عرفت ان انا عندي في new student ال data type بتاعها struct، وهنا عملت لها reserve لي او عملت لها allocation جوه الميموري، عملت allocation لي new student ل location او memory section، وكذلك student type student. ففي الحالة دي عملت ريزيرف ل memory locations لل struct student. ممكن بدل ما اعرف ال struct لوحدها وبعد كده ارجع اعرف ال variable لوحدها، انا ممكن اعرف ال variable في نفس ال struct اللي عندي. فعرفت ال struct student type اللي عندي و اعمل ديكلاريشن للفاريبل اللي عندي بعد نهايه السيمي كولون اللي عندي، بعد نهايه كيرلي براكتس، واعرف السيمي كولون في النهايه. طبعا اعمل بيها ترمينيشن. يبقى في الحاله دي برضه هتبقى صح، والطريقه اللي فاتت برضه هتبقى صح. يبقى في الحاله دي ممكن اعرف الاستراكت فاريبل بالصوره دي. لما احب اكسس على اي ممبر جوه الاستراكت اللي عندي، فبستعمل الدوت اوبريتور، لا بسميها ممبر اكسس اوبريتور، ممبر اكسس operator. يبقى فبعرف ال struct variable name وبستعمل ال member access operator واعرف ال member name. فلو كتبت new student dot gba، يبقى في الحالة دي انا بكس على الممبر بتاع ال gba وبإيديت ال value ان هي تبقى بزيرو. لو كتبت new student dot first name وعرفت ان هي جون، ففي الحالة دي بإيديت ال first name اللي عندي واعرف ان هي جون. كتبت new student dot last name براون، في الحالة دي بإيديت ال last name اللي عندي ببراون. طيب انا ممكن اسي ان الممبر بتاعت الاستراكت عادي جدا باستعمال السي ان، فيبقى سي ان نيو ستودنت دوت فيرست نيم. ففي الحاله دي انا بريد الفيرست نيم لنيو ستودنت. ممكن اريد كذا ايتم في نفس اللاين، او ممكن اريد كذا ايتم في نفس اللاين، هيبقى سي ان دوت سي ان نيو ستودنت دوت تيست سكور ونيو ستودنت دوت بروجرامينج سكور. طب نركز في الحته دي، انا عندي تيست سكور وبروجرامنج سكور الاثنين انتجر، ففي الحاله دي انا ممكن اريد الاثنين في نفس اللاين، طيب بعد ما عملت ريدنج للتيست سكور والبروجرامنج سكور، فافترض ان انا عندي السكور بتاع الماده بيساوي تيست سكور بلس
ال programming score divided by 2. يبقى في الحالة دي احسب السكور اللي عندي هيساوي new student dot test score plus new student dot programming score divided by 2. يبقى في الحالة دي انا ممكن استعمل ال arithmetic operation. طيب لما احب احسب ال GPA او ال course grade فاستعمل if condition. لو السكور اللي عندي greater than or equal 90 يبقى في الحالة دي new student dot grade dot course grade هيبقى A. else بتعود على ال if condition اللي عندي هنا. يبقى في الحالة دي else معناها ان السكور اللي عندي less than 90. السكور اللي عندي less than 90 وفي نفس الوقت greater than or equal 80. يبقى في الحالة دي السكور اللي عندي هيبقى بيتا. طيب في عندي else. else هنا تعود على مين؟ else هنا تعود على ال if كونديشن اللي قبلها. يبقى else هنا معناها ان السكور لزان 80 وات ذا سيم تايم السكور اللي عندي هيبقى greater than or equal 70. يبقى في الحاله دي الجريد اللي عندي C. والse اللي بعدها else اللي بعدها معناها ان السكور اللي عندي لزان 70 وات ذا سيم تايم greater than or equal 60. يبقى في الحالة دي السكور اللي عندي دي و else الأخيرة معناها إن السكور اللي عندي less than 60. يبقى معناها أي حد هيكون السكور بتاعه if أقل من 60. فحسبت من هنا ال course grade باستعمال ال member access لل struct اللي عندي. على عكس الاري لو لما كنت اعرف مثلا اري نمبر او نيم 1 ونيم 2 واعرف النيم 1 ايكوال نيم 2 فكان بيظهر معايا ايرور لان ما ينفعش الناس تعمل اسايمنت اوبريتور جوه الاري. فظهر برضو حل المشكله دي جوه الاستراكت. فبقى عندي الستودنت ايكوال نيو ستودنت. في الحاله دي بكابي الممبر كاملا اللي جوه النيو ستودنت على الممبر اللي جوه الستودنت وينفع بس الامر بتاع الايكوال جوه او الاسايمنت اوبريتور ممكن استعملها جوه الاستراكت فانكشن. فلو عرفت عندي نيو ستودنت وستودنت وكتبت الستراكشر دوت في الحاله دي هكابي كل ممبر على الممبر اللي قدامه. نفس اللاين ده ايكويفالنت ان انا عندي هنا 6 ممبر فهكتب الستودنت دوت فيرست نيم ايكوال نيو ستودنت دوت فيرست نيم فهكابي الفيرست نيم وكابي اللاست نيم وكابي الكورس جريد والتست سكور والبروجرامنج سكور والجي بي اي. يبقى اللاين ده ايكويفالنت ل 6 لاين. اللاين ده ايكويفالنت ل 6 لاين. ممكن استعملها في الكومباريزون او ريليشن اوبريتور او ممكن استعملها في ريليشن اوبريتور. اف الستودنت دوت فيرست نيم ايكوال ايكوال new student dot first name. هل الفيرست نيم اللي موجود جوه الاستراكت اللي اسمه student بيساوي نفس الفيرست نيم اللي جوه new student وفي نفس الوقت and اللاست نيم اللي جوه الستودنت بيساوي اللاست نيم اللي جوه new student؟ ففي الحاله دي لو القيمه او condition الاولاني true condition الثاني true برضو يبقى في الحاله دي الاف condition كلها هتبقى true. لو انا حبيت اعمل تشيك للستراكت مع الستراكت فلو كتبت if new student equal equal if student equal equal new student في الحاله دي هيظهر معايا syntax error legal. ما ينفعش الناس تعمل ال relational operator ما بين struct و struct لكن اتعامل مع الممبر. ممكن اتعامل مع الممبر زي ما انا كتبتها في الجزئيه. لو حبيت ان انا اعمل برنت للممبر اللي عندي فهكتبها سي اوت ونيو ستودنت دوت فيرست نيم وسبيس طبعا ولاست نيم وسبيس وكورس جريد وسبيس وتست سكور وسبيس وبروجرامنج سكور وسبيس وجي بي اي.
الاري اللي عندي لما كنت استعملها مع الفانكشن ما كانش ينفع ان انا اعمل لها باص الا باستعمال الريفرنس اونلي، على عكس الاستراكت. وكان الفانكشن كانت ريتيرن ا فاليو اوف تايب اري، ما كانش ينفع ان هو يريتيرن معايا فاليو التايب بتاعها اري. لكن الاستراكت ممكن ان انا باص الفانكشن از ا بارامتر يا اما بصوره فاليو او ريفرنس، على عكس على عكس الاري. والفانكشن كان ريتيرن ا فاليو اوف تايب استراكت، الفانكشن اللي عندي ممكن يريتيرن معايا فاليو في صوره استراكت على عكس برضو الاري. فلو ان انا عملت كرييت لفانكشن اسمها ريد ان والفانكشن تايب بتاعها void function، وعرفت هنا الممبر اللي عندي student type، وعرفت ان هي reference، فيبقى في الحالة دي ممكن اكس عليها صورة الريفرنس. وعرفت السكور، وعرفت cn student.first name و last name و test score و programming score و gba، وعرفت السكور اللي عندي new student.test score plus new student.programming score divided by 2. ونفس الاف كونديشن، لو السكور اللي عندي greater than 90 هيبقى السكور الجريد اللي عندي A او B او C او D او F زي ما احنا شرحناه قبل كده. وحبيت اعمل كول للفانكشن اللي عندي، فكول فانكشن ريد ان واعرف نيو ستودنت، فانا عملت كولينج للبارامتر او الفورمال بارامتر ليست للفانكشن في صوره struct. لو حبيت اعمل فانكشن تانية ابرنت بيها الاليمنت بتاعت الداتا ستراكشر، ففي الحالة دي هعرف void print student، وعرفت ال study ال student type student. ففي الحالة دي انا عملت كل الاستراكت اللي عندي، لكن هنا عرفتها value وليس عرفتها هنا value وليس reference. عرفت القيمة اللي عندي value وليس reference، لان انا هدخل هعمل print للممبر اللي عندي، مش محتاج ان انا ارجع باي element منها. ففي الحالة دي هيبقى cout student dot first name و student dot last name طبعا space و student dot course score course grade و test score و programming score و gba و end line في النهاية. طيب كات comparison ما بين ال struct و ال array. ال arithmetic operation ما ينفعش ان انا استعملها جوه ما بين array و array ولا ما بين struct و struct. ال assignment هي ال equal ما ينفعش ان انا استعملها في ال array، لكن ينفع ان انا استعملها جوه ال struct. ال input output ما ينفعش ان انا استعمل input output على array مرة واحدة باستثناء ال C string لو فاكرين ال character array. و جوه ال struct مش هينفع طبعا ان انا input ال struct مرة واحدة، لازم باكس على member member، لان طبعا بيكون كل member في الغالب مش نفس ال data type بتاع ال member التاني. في comparison مش هينفع ان انا استعمل comparison لا في الاستراكت ولا في الاري اللي هي greater than او greater than or equal وless than وless than or equal، مش هينفع نستعملها. بارامتر باسنج لما احب ان انا استعمل اري از ا فورمال بارامتر جوه فانكشن، ففي الحاله دي باكس عليها بصوره الريفرنس اونلي، لكن في الاستراكت ممكن اقس عليها بريفرنس او بفاليو. فانكشن ريتيرن فاليو، هنا طبعا مش هيريتيرن معايا باي فاليو، لكن هنا ممكن يريتيرن معايا فاليو، لان انا هنا ما ينفعش استعملها value return function، لكن هنا ممكن استعملها value return function. ممكن استعملها value return function جوه ال struct. طيب هل ممكن اميرج ما بين ال array وال struct؟ او ممكن اميرج ما بين ال array وال struct زي ما هنشوف دلوقتي. اول حاجة array، اول حاجة array instructure او instruct، ونركز في دي عشان نفرق ما بينها وما بين ال struct جوه ال array. هفترض ان انا اعرف عندي array size 1000 element، يعني هيبقوا من 0 لحد 999 و struct list طيب. فانا في الحاله دي عرفت عندي struct اسمها list type، وعرفت اول member عندي list element array size array size. في الحاله دي انا عرفت
في الحالة دي أنا عرفت array جوه ال struct، عرفت array جوه ال struct، عرفت array جوه ال struct. وتاني member عرفت list length، وبعد ما خلصت ال struct فعرفت list type integer list، فعرفت ال integer list. ففي الحالة دي أول member عندي، أول member عندي اللي هو ال list element، هي عبارة عن array السايز بتاعها من 0 لحد 999 اللي هو الألف ممبر اللي عندي، وتاني ممبر اللي هو list length يبقى ممبر عادي جدا integer. ففي الحالة دي أنا عرفت array in struct، array in struct، ونركز في دي عشان هنحتاجها كمان شوية. طب لما أحب أكسع على الممبر اللي عندي، فالليست لينس اللي عندي ايكوال 0، فاعرف الليست لينس اللي عندي ب 0، وبعد كده انتجر ليست دوت ليست ايليمنت 0. يبقى انا دلوقتي باكسس على ايه؟ يبقى انا دلوقتي شغال اري ان ستراكت، وعملت اديت للممبر الاولاني ب 0، وبعد كده عملت انكريمنت للليست لينس اللي عندي فبقى ب 1، فبقى ب 1، وعملت اديت للميمبر اللي بعده فبقى 37، وبعد كده انتو ذا ليست بلس بلس، فعملت انكريمنت الفاليو اللي عندي هنا فبقت ب2. يبقى في الحاله دي انا باكسس، في الحاله دي انا باكسس على array in struct، باكسس على array in struct. طيب لو حبيت ان انا اسيرش على element جوه ال1000 element اللي عندي هنا دول، حبيت ان انا سيرش على element جوه ال 1000 item اللي موجودين جوه الاري، يبقى في الحاله دي هستعمل sequential search واعرف list type. list type هنا list type اللي هي struct اللي عندي، هنا سيرش على list type واعرف الاري اللي اسمها list، والسيرش item اللي انا بدور عليه. هل لقيت اللي انا بدور عليه؟ لا ما لقيتوش. في الفور لوب من اللوكيشن من 0 لحد الليست لينس دوت ليست لينس، لينس اللي انا كتبته جوه الاري، يبقى لحد دلوقتي انا لسه ما ظهرش عندي الاري. اف الليست دوت ليست ايليمنت وفي اللوكيشن يبقى اري، باكد اهوت اري انستراكت، اري انستراكت ايكوال ايكوال سيرش ايتم، لو هو القيمه اللي انا بدور عليها لقيتها يبقى في الحاله دي فاوند هيبقى 2 وبريك. لا يبقى في الحاله دي هيرجع الفور لوب، يرجع تاني على الاف كونديشن، يفضل في الفور لوب دي شغال، يفضل يتشيك جوه الفور لوب دي لحد ما يخلص ال ليست لينس اللي موجوده. بعد ما يخلص هيروح على الفاوند، لقيت القيمه اللي انا عايزها، ففي الحاله دي هيريتيرن باللوكيشن مكان القيمه اللي انا بدور عليها فين، else يبقى ريتيرن ماينس 1. طيب لو نكتب تبع structure أو struct in array، فلو أنا افترضت إن أنا عندي company، والcompany دي فيه 50 full time employee، 50 موظف فيها، وكل موظف بيبقى له monthly paycheck، و paycheck دوت بيعتمد طبعا على كذا parameter، فكل employee عندي هيكون ليه first name و last name و personal ID و department ID و yearly salary و monthly salary و year to date paid و monthly bonus. ال struct دوت لكل member عندي، وانا عندي 50 member، وانا عندي 50 member، فيبقى في الحالة دي ال employee اللي عندي 50 member، وكل member جواه ال struct اللي بالشكل ده. يبقى في الحالة دي لما اجي اعملها ديكلاريشن، اول حاجة هعرف الامبلوي، هعرف الامبلوي الاري اللي عندي 50000، وكل ممبر من الاري اللي عندي الداتا تايب بتاعه ايه؟ الداتا تايب هيكون عندي ايه؟ الداتا تايب اللي عندي هيكون يا انتجر يا دبل يا بوليان او مع اختلاف الداتا تايب. فانا اعرف ان الداتا تايب اللي عندي هيبقى ستراكت، يبقى في الحاله دي عرفت الاستراكت اللي عندي هنا امبلوي. طيب يبقى في الحاله دي انا هنا عملت ديكلير الاستراكت ان اري،
نركز في دي، على عكس اللي فاتت لما كنت بكتبها او اكس عليها بالشكل ده كنت بعرف الاري جوه الاستراكشر، لكن هنا عرفت الاستراكت هي اللي جوه الاري. يبقى في الحاله دي انا عرفت الاستراكت جوه الاري، عرفت الاستراكت جوه الاري. طيب لو عرفت عندي كاونتر عشان يكاونت معايا النمبر اوف امبلوي اللي موجودين عندي، وفولو من الكاونتر من 0 وللزين 50 وكاونتر بلس بلس، وين فايل هريد المونثلي داتا بتاعت كل ممبر او كل امبلوي عندي. يبقى امبلوي كاونتر دوت فيرست نيم. يبقى في الحاله دي باكد ان انا شغال استراكت ان اري. في الحاله دي انا شغال استراكشر او استراكت ان اري. يبقى انا هاديت الفيرست نيم للامبلوي اللي الاي دي بتاعه 0، وهاديت اللاست نيم والبيرسون اي دي والديبارتمنت اي دي واليرلي سالاري والمانثلي سالاري والير تو ديت بيت والمانثلي بونص لكل ممبر، لكل ممبر. لما احب احسب البي تشيك فهعرف نفس الفور لوب ب 50 كاونت من 0 لحد 49 و سي اوت امبلوي كاونتر دوت فيرست نيم. يبقى في الحاله دي انا باكد ان انا معرف استراكت ان اري، لان الاري هي اللي اتكتبت في الاول والممبر بتاعت الاستراكت اتكتبت بعد كده. يبقى في الحاله دي انا عرفت الفيرست نيم في الامبلوي طبقا للاندكس اللي عندي بتاع الكاونتر. يبقى في الحاله دي انا عرفت هنا استراكت ان اري، وعرفت امبلوي كاونتر دوت لاست نيم. يبقى برضو هبرنت اللاست نيم لكل امبلوي. بعد كده البي اتش هيكون طبعا المانثلي سالاري بلس المانثلي بونص كل امبلوي، وهيبقى امبلوي لكل كل امبلوي هيكون ليه طبعا يير تو ديت بيت، فيكون ال year to date بيت القديم بلس البي تشيك الجديد. و set precision فهيكون طبعا ال number اللي هيظهر معايا بعد ال decimal point هيكون maximum two number، و هبرنت البي تشيك. طيب تالت جزئية، لو ان انا ممكن اعرف structure within struct structs within struct ممكن تمشي. بمعنى ايه؟ لو انا عرفت عندي امبلوي تايب هنا وعرفت عندي الفيرست نيم والميدل نيم واللاست نيم والامبلوي ديبارتمنت والادرس 1 والادرس 2 والسيتي والستيت والزيب كود والهاير مانث والهاير داي والهاير يير والكوايت مانث والكوايت داي والكوايت يير والفون والسيلفون والفاكس والبيجر والايميل والديبارتمنت اي دي والسالري، فعرفت في الداتا ستراكشر دي 22 من العدد كبير. هل ممكن انا اعملها سب كاتيجوري او ممكن اعملها سب كاتيجوري؟ فممكن اكريت استراكت اسمها نيم تايب واعرف فيها الفيرست والميدل واللاست نيم، واعرف الادرس تايب واعرف فيها الادرس 1 والادرس 2 والسيتي والستيت والزيب كود، واعرف الديت تايب واعرف فيها المانث والدي والير. باي ذا واي هنعرف دي هعملها ازاي دلوقتي. و كونتاكت تايب الفون والسيلفون والفاكس والبيجر والايميل، واعرف هنا استراكت امبلوي تايب، اعرف استراكت امبلوي تايب فاعرف الاستراكشر اسمها امبلوي تايب، واعرف جواها اول استراكشر نيم تايب وتاني استراكشر ادرس تايب، وعرف طبعا ال employee id string member عادية، و date type عرفتها مرة ال higher date وال quiet date، وال contact type و string department id عرفتها member لوحدها، وال salary عرفته member لوحده. في الحالة دي انا عرفت كام member جوه ال struct اللي عندي؟ 5 struct جوه ال structure اللي موجود عندي. فيظهر معايا بالشكل ده.
هيبقى نيو امبلوي، هيكون في عندي استراكت جواها نيم وادرس وهاير ديت وكوايت ديت وكونتاكت، بلس طبعا الامبلوي اي دي والديبارتمنت اي دي والسالري. طيب لما احب اكس على ممبر جوه الاستراكت، جوه الاستراكت فعرفت مثلا هنا امبلوي تايب امبلوي 100، عرفت هنا امبلوي تايب نيو امبلوي، فهنا ده يعتبر داتا ستراكشر، وجوه الداتا ستراكشر دوت عرفت امبلوي تايب امبلوي 100. يبقى انا هنا عرفت ستراكت جوه وزين اري، ولا عرفت اري وزين ستراكت؟ انا هنا عرفت اري، انا هنا عرفت، نرجع كده تاني نتشيك عليها، انا هنا عرفت، انا هنا عرفت ايه؟ عرفت array in structure، انا هنا عرفت array in structure. انا هنا عرفت ايه؟ سوري، عرفت structure وزين array، انا هنا عرفت structure وزين array، يعني الاري كل element جواها في structure. لما عرفت ال employee type employee 100 في الحالة دي انا عرفت structure وزين array. فلما اكتب for loop for j من 0 لحد 100 او اقل من 100، من 0 لحد 99 وj plus plus c in employee j dot name، يبقى انا عملت اكس على اول data structure dot first، يبقى انا عملت اكس على تاني structure موجود عندي. في الحاله دي انا ممكن اسمي ال function اللي انا كاتبها هنا ايه؟ ممكن اسميها struct within struct within array، يعني struct جوه struct جوه array. انا عندي array 100 موظف، وكل موظف جواه ال employee type دوت ولا لا، وكل employee type جواه نفس ال data structure دول ولا لا، و اسي ان الممبر اللي عندي سواء بقى الفيرست نيم والميدل نيم واللاست نيم على سبيل المثال. طيب مثال عشان افهم او عشان اطبق على ال struct اللي عندي. افترض ان انا عندي في تقرير سنوي لشركه، والشركة دي فيها موظفين مبيعات، ست موظفين مبيعات، وكل شهر بيبقى كل موظف مبيعات ليه مبيعات شهرية، فبيروح طبعا في رود تريب عشان هو يبيع المنتجات بتاعت الشركة، ففي نهاية كل شهر بيبتدي يأبديت المبيعات الشهرية بتاعته، وفي نهاية كل سنة بيبتدي نحسب لكل موظف، كل موظف ليه الاي دي الخاص بيه، ونحسب التوتال سالري بتاعت الموظف في نهاية كل سنة، نحسب التوتال سالري لكل موظف في نهاية كل سنة، وبقسم المبيعات ربع سنوية، يعني في عندي ربع الأولاني وربع التاني وربع التالت والربع الرابع لكل سنة، والمبيعات الكلية لكل ربع سنة، الربع الأولاني الشركة بعت فيه قد إيه، الربع التاني، الربع التالت، الربع الرابع، و الماكسيمم سيل أعلى مبيعات باي سيل بيرسون، يعني أعلى موظف مبيعات عندي باع كان الأي دي بتاعه كام وباع بمبلغ قد إيه، وماكسيمم سيل باي كوارتر وأعلى مبيعات ربع سنوية كانت اتحققت في أنهي ربع في السنة، في الربع التالت هنا، وكان المبيعات فيها بمقدار قد ايه. طيب اكتب بروجرام ان انا هريد الانبوت فايل. الانبوت فايل عندي هيظهر فيه التالي، انا طبعا عايز الاول يظهر معايا السيل بيرسون اي دي والشهر، او الانبوت اللي هيجي لي هيكون السيل بيرسون اي دي والشهر، وهو باع في الشهر ده بقد ايه. فلو بعت هنا سامبل هيبقى الاي دي بالشكل دوت، والموظف الاي دي بتاعه بالشكل دوت، باع في الشهر الاولاني بالمبلغ ده، والموظف الاي دي بتاعه بالرقم دوت، باع في الشهر الاولاني بالمبلغ ده، واكمل لحد ما الفايل عندي يخلص البيانات اللي فيه. نفس الاوبوت فايل انا عايز الاوبوت فايل معايا يظهر بالشكل اللي قدامي ده،
يظهر بالشكل اللي قدام ده، يظهر انيوال سيل ريبورت والمبيعات ماكسيم سيل باي سيل بيرسون والماكسيم سيل باي كوارتر في النهاية. طيب اكتب الكود بتاعي ازاي؟ مبدئيا انا عايز اكريت اري بالشكل اللي قدام ده، عندي ست موظفين مبيعات، يبقى انا هعرف ايه؟ اول حاجه هعرفها اري، يبقى السيل بيرسون ريكورد، هعرف طبعا السترينج اي دي، اي دي لكل موظف، وكل موظف المبيعات بتاعته هتتقسم على كام ربع؟ هتتقسم على اربع تربع في السنه، مبيعات ربع سنويه، يبقى دبل سيل باي كوارتر. وانا قسمت ان انا برضو في عندي اري السايز بتاعها اربعه element ودبل توتال سيل، يبقى كل موظف مبيعات هعرف له داتا ستراكشر، والداتا ستراكشر هعرف فيه الاي دي والمبيعات ربع سنويه اري والمبيعات كلها. ولازم ما انساش ان انا اعرف المبيعات التوتال سيل باي كوارتر، وهتبقى برضو اري السايز بتاعها اربعه. طيب اول حاجه لازم اتشيك ان كل الاليمنت اللي عندي دي بزيرو جوه الاري، فاعمل انيشاليزيشن واعرف الان داتا البيانات اللي انا هعملها ريد، والسيل بيرسون ريكورد الليست اللي انا لسه معرفها حالا، السيل بيرسون ريكورد الداتا ستراكشر لكل موظف ليست. يبقى انا هنا عرفت ستراكت وزين اري ليه؟ لان انا دلوقتي هعرف ان انا في عندي ست موظفين والليست سايز، فالليست سايز اللي عندي الليست سايز اللي عندي كام موظف مبيعات، فهيبقى الليست سايز اللي عندي مثلا 6، فيبقى فور الاندكس من 0 لحد الليست سايز اللي عندي 6، يبقى هيكاونت معايا من 0 لحد 5، يبقى لكل موظف مبيعات ان داتا هعرف ليست اوف الاندكس، يبقى الموظف اللي الاي دي بتاعه او العنوان بتاعه 0 دوت اي دي، يبقى هبرنت الاي دي، وكل موظف بيبقى كتبت الاي دي بتاعه قدامي اربع فاليو، هعملهم كلير وهعمل كلير للتوتال سيل ولا لا؟ يبقى مش هعمل كلير للاربعه فاليو، يبقى هعمل فور لوب تاني بتكاونت معايا اربعه من زيرو وللزان، الفور يعني هيكاونت معايا من زيرو 1 2 3، والليست اوف الاندكس دوت سيل باي كوارتر، يبقى ليست اوف الاندكس دوت سيل باي كوارتر ايكوال زيرو. انا هنا عملت ايه؟ نركز في دي. انا هنا اول حاجه ده الاري بتاعت الست موظفين مبيعات، عملت اكسس جواها على السيل باي كوارتر اللي هي تعتبر ممبر، فين ممبر؟ جوه داتا ستراكشر. يبقى انا هنا اري وزين استراكت وزين اري تاني، انا عملت في اللاين دوت اري وزين استراكت اري وزين استراكت وزين اري اري لعدد الموظفين المبيعات، وعملت اكسس على الدات ستراكشر، وعملت اكسس على الممبر اللي جوه الدات ستراكشر اللي هو سيل باي كوارتر، وعملت اكسس على الاري، فكل فكل ربع سنه عملت لها كليرنج وعرفت ان المبيعات اللي فيها بزيرو. بعد ما خلصت الفور لوب انا في عندي توتال سيل، يبقى برضه هجيب نفس الموظف ليست اوف الاندكس دوت توتال سيل، وعرفت ان التوتال سيل اللي عندي كام بزيرو. هرجع اكرر نفس الكلام للموظف اللي بعده والموظف اللي بعده والموظف اللي بعده لحد ما اعمل كلير لكل الست موظفين اللي عندي ولا لا؟ اعمل كلير لكل ست موظفين اللي موجودين عندي. طيب هبتدي اريد الانبوت اللي عندي، فاول حاجه اعمل لها ريد هيكون الاي دي للموظف والشهر اللي هو باع فيه وباع في الشهر ده بقد ايه. يبقى جيت الداتا، هنفذ فانكشن ثالثه ثالث فانكشن اهي، جيت الداتا انبوت فايل ستريم ان فايل، وعرفت السيل بيرسون ريكورد الداتا ستراكشر اللي عندي، وعرفت الليست والليست سايز. هركن شويه الديفينيشن دي دلوقتي. اول حاجه اعرفها ان فايل سيل اي دي، هو انا مش اول حاجه اعمل لها ريد هيبقى السيل اي دي، السيل اي دي. يبقى في الحاله دي عرفت هنا السيل اي دي، عرفت السيل اي دي يبقى سترنج سيل اي دي. وتاني حاجه وايل ان فايل، وايل ان فايل يعني طول ما في انبوت عندي
طول ما في input عندي دي بديل ال cn، بس انا هنا بتعامل مع فايل خارجي، انا بـ input البيانات اللي عندي من فايل خارجي، من input فايل. يبقى في الحالة دي هستعمل ال in file. in file تاني حاجة هعملها read ايه؟ انا اول حاجة عملت لها read كان ال id، تاني حاجة هعملها read الشهر والفاليو اللي هو بعده، يبقى هيبقى in file المانث والاماونت اللي هو باع بيه في الشهر. طيب يبقى اول حاجة اكسس على الشهر، بس اشوف الشهر ده المبيعات بتاعته في انهي ربع سنة، لان لما هاجي اعمل له increment هعمل له increment ربع سنوي، هعمل increment يا اما ربع السنة الاول يا اما التاني يا اما التالت يا اما الرابع. ال كوارتر الاولاني من شهر واحد لتلاتة، اللي بعده 4 ل 6، اللي بعده 7 ل 9، اللي بعده من 10 ل 12. يبقى فور الاندكس ايكوال 0، اندكس اقل من الليست سايز اللي عندي، واندكس بلس بلس. الليست سايز اللي عندي كام؟ الليست سايز اللي عندي 6 موظفين. طيب يبقى اول حاجة انا عايز اعرف الموظف اللي انا عملت ريد للسيل اي دي بتاعه دوت انهي واحد، ترتيبه كام في الستة. فاعمل فور لوب بستة كاونت، اف السيل اي دي ايكوال ايكوال ليست اوف الاندكس دوت الاي دي، هجيب اول موظف لان انا دلوقتي معرف الاندكس بزيرو. هل السيل اي دي اللي انا عملت له ريد هو هو نفس الاي دي اللي موجود في اول مكان؟ لو هو يبقى خلاص انا عرفت السيل اي دي مكانه فين، لو مش هو يبقى في الحاله دي هيرجع تاني على الفور لوب وينكريمنت الاندكس، يبقى الاندكس عندي ب 1 ويتشيك هنا الفاليو لسه في الاندكس. لا مش هو، يبقى في الحاله دي هيرجع تاني على الفور لوب وينكريمنت يبقى 2 وينكريمنت يكمبير مع الليست اوف 2 دوت الاي دي، ويفضل يكمل الفور لوب عندي لحد لما يوصل لحد نمبر 5 فيبتدي يكمبير الخمس موظفين عندي. طب لو لقى ان القيمه اللي عندي، انا مثلا خلاص عرفت دلوقتي الموظف اللي عندي دوت موجود في اندكس نمبر 1، في الحاله دي هيروح على بريك. بريك هيعمل ايه؟ بريك هيخرجني بره الفور لوب، خلاص الفور لوب مش هتكمل وهيخرج بره الفور لوب. فاول حاجه يعملها ايه؟ خلاص دلوقتي عرفت الموظف دوت مكانه فين، فعايز دلوقتي اشوف المبيعات دي موجوده او الشهر اللي هو باع فيه دوت بيندرج تحت انهي ربع في السنه. فلو كان المانث اللي انا عملت له ريد، لو كان المانث اللي عملت له ريد جريتر زان اور ايكوال 1 وفي نفس الوقت ليس زان اور ايكوال 3، يبقى في الحاله دي انا في الربع الاول. لو كان ليس زان، لو كان جريتر زان ال 4، else دي تعود على الاف كونديشن. يبقى else معناها ايه؟ else هنا معناها ان الشهر اللي عندي لا هو 1 ولا 2 ولا 3. يبقى لو كان جريتر زان اور ايكوال 4 وفي نفس الوقت ليس زان اور ايكوال ال 6، يبقى في الحاله دي الربع الثاني اللي انا هسميه هنا 1. طب إلس تعود على مين؟ هنا تعود على الإف كونديشن، معناها إن هو لا من شهر واحد لحد شهر ستة، ما هواش في أول ست شهور. يبقى لو جريتر زينر إيكوال 7 وفي نفس الوقت ليس زينر إيكوال 9، يبقى في الحالة دي أنا الربع التالت، وإلس الأخيرة دي معناها إن هو إيه؟ إن هو الربع الرابع على طول، من غير ما أعملها تشيك. طب أنا دلوقتي عرفت السيل أي دي عنوانه فين أو الإندكس بتاعه فين، وعرفت المبيعات عندي بقى مكانها في الربع الكام في السنة. عرفت الكوارتر وعرفت الاندكس اللي عندي. فهكتب اخر حاجه عشان انا انكريمنت الفاليو، اف الاندكس اللي عندي ليس زين الليست سايز، لو كان الاندكس اللي عندي اقل من الليست سايز، وانا الليست سايز اللي عندي 6 وانا مش قلت ان انا عندي 6 موظفين مبيعات، فطبعا بعرف الاندكس وعرفت الاي دي والمانث والاماونت والكوارتر. فهل الاندكس اللي عندي اللي انا حسبته هنا اللي هو كان من 0 لحد 5 للزين الليس لينس الليس سايز اللي هو 6، يبقى في الحاله دي ايوه هو في الرينج اللي انا كاتبه. يبقى في الحاله دي ليست اوف الاندكس اري دوت سيل باي كوارتر، ده ستراكشر اوف كوارتر بلس ايكوال اماونت. يبقى انا هنا عملت ايه؟ انا هنا اري وزين ستراكشر وزين اري، بس اروح فين؟ هروح على الاي دي،
يبقى انا عرفت الاندكس اللي عندي، عرفت الاندكس اللي عندي. من الاندكس اللي عندي هروح على السيل باي كوارتر وسويتش على المانس او الكوارتر اللي انا حسبته وانكريمنت القيمه اللي عندي باستعمال ال بلس ايكوال او للاماونت اللي عندي. يبقى هاخد القيمه القديمه وهضيف عليها قيمه الاماونت ولا لا، هضيف عليها قيمه جديده. طب else دي معناها ايه؟ معناها ان الاندكس اللي عندي ما هواش اقل من الليست سايز، يعني معناها ان انا وصلت الاندكس بره عدد الموظفين المبيعات. يبقى في الحاله دي هيكون الريزلت اللي عندي invalid سيل بيرسون، يبقى الشخص اللي انت بتتكلم عليه ده مش شخص ضمن فريق المبيعات. وبعد كده ان فايل ال سيل اي دي، اقرا لي المبيعات بتاعت السيل اي دي، لان دلوقتي انا الفايل اللي عندي بيبقى بالشكل ده. فبريد اول موظف بعد ما خلصت اول لاين قريت السيل اي دي والشهر اللي باع فيه والمبيعات، مش بعد كده هيبتدي يروح على اللاين اللي بعده هيبتدي يريد الاي دي. يبقى ايه اللي هيعمل له ريد بعد كده؟ هيبقى السيل اي دي، يبقى هيبتدي يريد البيانات اللي في لاين جديد اللي هي السيل اي دي. طيب في فانكشن اللي هي السيل باي كوارتر، انا عايز احسب المبيعات الربع سنويه، يبقى كل ربع سنه بعت فيه بقد ايه، فاعرف برضو نفس الداتا ستراكشر اللي عندي واعرف الليست سايز والتوتال باي كوارتر. لان السيل باي كوارتر انا هبتدي اعمل ابديت لمين؟ هعمل ابديت للفاليو جوه التوتال باي كوارتر، هعمل ايديت للتوتال باي كوارتر مبيعات الربع سنويه، فاعرف لها اري 4 element، فاعرف لها اري 4 element زي ما كتبتها هنا توتال سيل باي كوارتر. هكريت فور لوب للاربع كوارتر من زيرو وللزين الفور، يعني هيكونت معايا من زيرو لحد 3، وهعمل انيشاليزيشن ان التوتال باي كوارتر ايكوال الزيرو، هتشيك الاول ان هي بزيرو، وبعد كده هعمل نفس الفور لوب تاني من زيرو لحد الفور من زيرو لحد 3، هيكونت معايا الاربع كوارتر اللي عندي. وفور لوب جواها انا لما هاجي احسب المبيعات الكليه مش هجمع مبيعات كل موظف من الست موظفين اللي عندي، هجمع المبيعات لكل موظف من الست موظفين اللي عندي. يبقى في الحاله دي لازم اكونت النمبر اوف امبلي اللي موجودين عندي. يبقى فور لو ثانيه من الاندكس ايكوال زيرو اندكس للزان الليست سايز، يبقى يكونت معايا هنا من زيرو لحد 5، من زيرو لحد 5، وتوتال باي كوارتر الربع الاول، الربع الاول بلس ايكوال لسه في الاندكس الموظف الاولاني دوت سيل باي كوارتر الربع الاولاني، يبقى هتجيب لي المبيعات للربع الاول للموظف الاول وتضيف على التوتال بتاع مبيعات الربع الاول في السنه. الخطوه اللي بعدها هات لي مبيعات الموظف الاول في هات لي مبيعات الموظف الثاني في الربع الاول وضيفها على التوتال باي كوارتر، بعد كده هات لي مبيعات الموظف التالت، ويفضل يكمل لحد ما يجيب المبيعات للست موظفين في المبيعات، ويجيب التوتال سيلز بير كوارتر ويضيفها على التوتال باي كوارتر. يبقى كل موظف هجيب المبيعات الربع سنوية للربع الأول وأضيفها على التوتال باي كوارتر للربع الأول. خلصت الفور لوب دي، يرجع لي الفور لوب الاولانيه ويبقى الكوارتر اللي عندي بقى 1، فهروح على الربع الثاني في السنه وارجع ثاني في الفور لوب، ابتدي اكونت معايا هنا من 0 لحد 5، ويبتدي يحسب المبيعات للربع الثاني، والاندكس اللي عندي هنا هيكونت من 0 لحد 5. يرجع ثاني على الفور لوب الاولانيه فيبقى الكوارتر اللي عندي بقى 2 فبقى الربع الثالث، ونفس الكلام هيبتدي يعدل السيلز للكوارتر الثالث في السنة ويجمع المبيعات لكل الموظفين اللي عندي. والخطوة اللي بعد كده هيبتدي يحسب الربع الأخير ويحسب التوتال سيل في الربع الأخير للسنة. طيب
فدي كان فانكشن اللي هي بتاعت سيل باي كوارتر. بعد كده يكون في عندي ماكسيمم سيل باي كوارتر، انا عايز احسب التوتال او الماكسيمم سيل باي كوارتر. اعلى مبيعات اتحققت ربع سنويا كانت امتى؟ يبقى في الحاله دي انا هكمبير ما بين اربعه فاليو، يبقى 4 كوارتر من 0 كوارتر ليز ذان ال 4 يعني من 0 لحد 3. لو السيل باي كوارتر ماكسيمم اندكس، انا افترضت ان الماكسيمم اندكس 0، فافترضت ان اول ربع اعلى مبيعات، يبقى اف السيل باي كوارتر ماكسيمم اندكس ليز ذان سيل باي كوارتر كوارتر. وهنا يظهر معايا غلطه في كتابه الكود، هنا يظهر معايا غلطه في كتابه الكود. بمعنى ايه؟ هو انا هتشيك اول ربع سنه، يعني المبيعات ربع سنويه، الربع سنه الاول هبتدي اقارنه مع مين؟ مع الربع سنه الثاني. يبقى لما هاجي ابتدي الفور لوب المفترض ما ابتديش بزيرو لكن ابتدي بكام؟ ب1. هي طبعا هنا مش هتعمل مشكله غير ان هو يزود عده زياده بس، فيتشيك الاولاني مع الاولاني فيفضل هو الاولاني، وهيتشيك بعد كده مع الربع الثاني. يبقى الاصح ان كان الكوارتر هنا يبتدي بكام؟ ب1 وليس 0. اف السيل باي كوارتر ماكسيمم اندكس ليز سيل باي كوارتر للكوارتر اللي عندي، يبقى في الحاله دي هقارن المبيعات في الربع الاول المبيعات في الربع الثاني. لو كان المبيعات بتاعت الربع الاول اقل من مبيعات الربع الثاني، يبقى في الحاله دي الماكسيمم اندكس بقى مين؟ بقى القيمه بتاعت الكوارتر. وابتدي ارجع تاني في الفور لوب، فالمفترض الفور لوب تبتدي عند 1 فهتكاونت معايا من 1 لحد 3. يبقى كومبير ثلاث مرات، اكومبير ثلاث مرات، فحسبت اعلى قيمه عندي هيبقى الاوت ديت، وهنا بديل السي اوت، ودي بديل السي اوت وهعرف تبقى فين. ماكسيمم سيل باي كوارتر اعلى مبيعات حققتها في الربع الكام؟ الفور لوب اللي عندي هنا، الفور لوب اللي عندي هنا بيكاونت معايا من 0 لحد 3. بس لما اجي احسب انا عندي من الربع الاول في السنه لحد الربع الرابع، يبقى لازم اقاد كام؟ لازم اقاد 1. يبقى اكتبها ماكسيمم اندكس بلس ال 1 ولا لا؟ ويبقى لو ان انا حسبت ان انا عندي المبيعات ماكسيمم سيل كانت في الربع الثالث، فيبقى القيمه اللي عندي هنا 2، يبقى 2 بلس 1 هيبقى كام؟ يبقى الربع الثالث في السنه دي. يبقى المبيعات ربع سنويه للربع الثالث amount equal دولار سنة. و سيل باي كوارتر ماكسيمم اندكس، وهبرنت المبيعات ربع سنويه. طيب في فانكشن اسمها توتال سيل باي بيرسون، انا حسبت المبيعات او اعلى مبيعات ربع سنويه، المبيعات ربع سنويه والماكسيمم بتاع المبيعات ربع سنويه. هحسب دلوقتي التوتال سيل باي بيرسون، اعلى مبيعات لكل شخص، يبقى برضو هعرف ال data structure عندي والليست سايز، عدد الموظفين اللي عندي، فور لوب من 0 والليست سايز اللي هي 6 موظفين، فور كوارتر من 0 ولزان الفور، يبقى هنا يكاونت من 0 لحد 5 وهنا يكاونت من 0 لحد 3. لسه في الاندكس دوت توتال سيل، انا هنا عايز احسب ايه؟ عايز احسب المبيعات الكليه لكل موظف. فيبقى في الحاله دي عرفت فور لوب لكل سيل بيرسون، وعرفت فور لوب بالاربع كوارتر اللي عندي. في كل مره لسه في الاندكس الموظف الاول دوت توتال سيل، مبيعات الكليه الموظف الاول بيساوي ليست اوف الاندكس، يبقى الموظف الاول دوت سيل باي كوارتر لكوارتر، يبقى هنا عد من كام؟ من الربع الاول لحد الربع الرابع. يبقى هكاونت او هاجريجيت او هصم المبيعات الربع سنويه او الاربع تربع للسنه لكل موظف، واعمل لها اد على التوتال سيل لكل سيل بيرسون ولا لا؟ لكل سيل بيرسون. طيب بعد كده في الفويد ماكسيمم سيل باي بيرسون، اعلى مبيعات لكل شخص، يبقى عندي السيل بيرسون ريكورد ليست والاوت فايل ستريم او داتا وانتجر ليست سايز والماكسيمم اندكس 0 والاندكس. انا دلوقتي هكمبير، دلوقتي هكمبير طيب، فهبتدي اكمبير عشان احسب ماكسيمم سيل باي بيرسون، اكمبير ما بين 6 موظفين مبيعات، فيبقى فور لوب
سبعة عرفت هنا الماكسيم اندكس، فلما اجي اكمبير هبتدي اكمبير من كام؟ هبتدي بكام؟ هبتدي باندكس 1 وليس اندكس 0 زي ما كان كاتب هنا، فبالتالي فدي كان المفروض تبقى 1 لما اجي اكمبير. فعرفت الماكسيم اندكس 0، يبقى انا دلوقتي عندي 6 موظفين من 0 لحد 5، فانا عرفت اول واحد ان هو الماكسيم. في الحاله دي هكمبير كام مره؟ هكمبير 5 مرات بس. ففي الحاله دي هبتدي باندكس 1 لحد ليست سايز، يبقى يكاونت هنا معايا من 1 لحد 5 تايمز بس 5 مرات. if list of maximum index dot total sale less than list of index dot total sale، يبقى هبتدي اكمبير ال مبيعات الكلية، المبيعات الكلية لأول موظف والمبيعات الكلية لتاني موظف، واجيب الاكبر ما بينهم واعرفها على الماكسيم اندكس، وارجع اكمبير مع ال فاليو اللي بعدها. يبقى انا دلوقتي عملت كومبير ما بين اول موظف وتاني موظف، والاكبر ما بينهم هبتدي اعمل له كومبير مع الموظف التالت، والاكبر ما بينهم هعمل له كومبير مع الموظف التالت الرابع، والاكبر ما بينهم هعمل له كومبير مع الموظف الرابع، والاكبر ما بينهم هعمل له كومبير مع الموظف الاخير، واكبر فاليو هجيب الاندكس بتاعه واسجله على الماكسيم اندكس. بعد ما خلصت الفور لوب هعمل برنت او الداتا ماكسيم سيل باي سيل بيرسون اي دي ليست اوف الماكسيم اندكس اللي انا حسبته دوت الاي دي، وهعمل برنت هو باع بقد ايه ليست اوف الماكسيم اندكس. افترض ان الموظف اكتر موظف باع كام؟ رقم 4. بقى الموظف الموظف الخامس، يبقى لسه في الماكسيم اندكس دوت توتال سيل، وعملت لها برنت للتوتال سيل اللي عندي. اخر حاجه عشان برنت ريبورت اللي عندي، فا اوت فايل بطبع الهيدر بالشكل دوت وين بلاين، وبعد كده اي دي، والكوارتر الاولاني والكوارتر الثاني والثالث والرابع والتوتال اند لاين، هو برده اللاين اللي انا هرسمهم بالشكل دوت في الاوت فايل ده بديل السي اوت طبعا. وفور لوب هنا دلوقتي عندي 6 موظفين، يبقى فور اندكس من 0 لحد ليست سايز اللي هي 6، فهي كاونت تمام من 0 لحد 5، واوت 5 ليست اوف الاندكس اي دي، ففي الحاله دي هبرنت الاي دي لكل موظف. وفور لوب عشان كل موظف ليه مبيعات ربع سنويه، فهيكون عندي فور كوارتر من 0 كوارتر ليست زين 4 وكوارتر بلس بلس. اوت فايل سيتل ويتس 10، ففي الحاله دي انا هريزيرف 10 لوكيشن 10 لوكيشن لمبيعات في كل ربع سنة، وهبرنت ليست اوف الاندكس الموظف الأول دوت سيل باي كوارتر المبيعات للربع الأول، وبعد كده المبيعات للربع الثاني والثالث والرابع. واوت فايل سيت ويتس هبرنت التوتال سيل للموظف دوت، وارجع تاني في الفور لوب الأولانية فاجيب الموظف الثاني واعيد نفس العملية عليه. بعد ما خلصت الكلام ده كله هبرنت التوتال المبيعات الكليه لكل موظف، يبقى 4 كوارتر من 0 للزين 4 يعني من 0 لحد 3، وهبرنت سيت ويتس طبعا 10 وسيل باي كوارتر مبيعات الكليه لكل ربع سنه، مبيعات الكليه لربع سنويه. طيب لحد دلوقتي هخلصت الفانكشن. لما اجي اعرف بقى البروجرام الاساسي هعرف الانبوت اوت ستريم اي او ستريم وفايل ستريم لاني هتعامل مع ملف خارجي، واي او مانيبيليت عشان تعاملت مع السيت ويتس، عشان تعاملت مع السيت ويتس يبقى في الحاله دي لازم اعرف الاي او مانيبيليت والسترينج عشان الفايل اللي انا هبتدي اريد منه. عرفت طبعا الاستراكت اللي عندي اللي هي السيل بيرسون، عرفت ان النمبر اوف سيل بيرسون 6 والسترينج اي دي والسيل باي كوارتر والتوتال سيل، وعرفت اول فانكشن انشيلايز وجيت داتا وسيل باي كوارتر والتوتال سيل باي بيرسون والبرنت ريبورت والماكسيم سيل باي بيرسون والماكسيم سيل باي كوارتر، وابتديت البروجرام بتاعي انبوت فايل ستريم واوت فايل ستريم، عرفت الان فايل والاوت فايل، وعرفت الانبوت فايل والاوت فايل سترينج ودبل توتال سيل باي كوارتر وسيل بيرسون ريكورد سيل بيرسون للسيل. في الحاله دي انا عرفت برضو الري هنا عشان انا هولد فيها السيل بيرسون داتا
هسي ان الايمود فايل، هبتدي اريد الايمود فايل وهبتدي اتشيك اعمل اوبن. لو الملف ما فتحش معايا او مش موجود في نفس الفولدر يبقى في الحاله دي هيظهر معايا ايرور وريتيرن 1. طب الفايل موجود تمام في الحاله دي، هنده على اول حاجه انيشلايز وبعد كده ان فايل دوت كلوز وبعد كده كلير وبعد كده سي ان ان فايل. هريد الايمود فايل اللي عندي بعد ما عملت لها انيشلايز، فانا عملت كلير لكل حاجه وهبتدي اريد الفايل مره ثاني وهريد الاوت فايل اللي انا هكتب عليه الاوت ريبورت بتاعي وهعرف طبعا شو بوينت وسيت بريسيشن 2 عشان يظهر معايا الديسيمال بوينت اللي بعد كل سيلز موجود عندي تظهر معايا ورقمين بعد العلامه العشريه عشان استعملت سيت شو بوينت واستعملت سيت بريسيشن. وهنده على فانكشن اللي هي جيت داتا وسيل باي كوارتر وتوتال سيل باي بيرسون وبرنت ريبورت وماكسيم سيل باي بيرسون وماكسيم سيل باي كوارتر وبعد كده هيبقى ان فايل دوت كلوز و اوت فايل دوت كلوز وريتيرن زي. فالبروجرام دوت عشان الينك ما بين الاري وما بين الاستراكت اللي عندي، فاتمنى تكون الصوره واضحه بالنسبه لكم ان شاء الله.